لو بتحب الرسم اتفرج للآخر عشان رسمتنا النهاردة للمطرب عمر كمال، يعني سكر محلي محطوط على كريمة ويعني شوكولاتة سايحة جوه كيك. ما شفتش بنت جامدة اهي. الرسمة دي كنت عايز ارسمها بدرجات رصاصي غامقة شوية، تعالوا نشوف هنرسمها ازاي. بداية جبت المادة الأساسية بتاعتي وهي بلاستيك جي ال سي، وجبت اللون الأسود سكيب من عند الموان وبدأت أدرب درجات الرصاصي الغامقة بتاعتي. وهنا كنت بعمل أرضية الوش باللون الرصاصي وبدأت أحدد الشعر باللون الأسود. ولو لسه بتتفرج على الفيديو أتمنى بعد ما تخلص الفيديو تعمل حركة الإكسبلور عشان الرسمة توصل لأكبر عدد من الناس وكمان ممكن توصل للمطرب عمر كمال. وهنا كنت بحدد الوش باللون الاسود وبدات الملامح تظهر معايا. ما تنساش تدعمني وتعمل اكسبلور بعد ما يخلص الفيديو عشان اكمل في الرسومات بالطريقه دي. وهنا خلصت الوش والبدله والقميص وجت لي نفس فكره رسمه محمد صلاح ان اعمل الخلفيه بالبخاخه بس المره دي باللون الاصفر. وبكده تبقى خلصت رسمتنا النهارده. لو عجبتك الرسمه ادعمني بلايك وفولو وكومنت، وما تنساش حركه الاكسبلور، وما تنساش كمان تقول لي ارسم مين الرسمه اللي جايه. والى اللقاء في فيديو جديد.